السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. احنا النهارده موجودين عند الملواني، الشارع السياحي الكرداسه، اشيك عبايه واحلى عبايه موجوده معانا النهارده. عندنا عروض جامده جدا، كل الناس بيزودوا الاسعار، واحنا هنا عند الملواني على وضعنا مثبتين كل حاجه، بل بالعكس احنا كمان بندخل لكم موديلات جديده. النهارده عندنا موديلات كتير قوي ما شاء الله، تشكيله حلوه قوي زي ما احنا شايفين، اكتر منها ما فيش، مش هتلاقوا التشكيل ده في مكان واحد غير عند الملواني. يلا نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. مساء الخير يا شباب، منورين. احنا عندنا النهارده كله تمام الحمد لله. عندنا 16 موديل. في منهم بيلبس لحد 125 كيلو المصنع العادي، وفي منهم بيلبس لحد، بيبقى عرايس بيلبس مثلا لحد 90 او 100. تمام، يعني احنا مقاساتنا موجوده معانا النهارده في الفيديو لغايه 125 عشان نبقى متفقين، عشان الفيديو اللي فات كانت مقاسات اقل، باكد عليكم من دلوقتي علشان تبقوا معايا كده في الفيديو. اسعارنا ايه؟ 250 من اول ثلاث قطع. 250 والشحن من اول ثلاث قطع. تمام، هنشوف ايه. الشحن مش مجاني، لما بيبقى في شحن مجاني بيكتب لكم على الشاشه شحن مجاني. اه تمام، هنشوف ايه. معانا موديل مروه اللي هو معايا ده بالظبط. تمام، بص الموديل هو وشه تطريز وليه كده اهو زي ما انتم شايفين، خط بالعرض كده وتطريز حلو قوي ما شاء الله، تعتبر وش العبايه كله تطريز والكم نازل على راحته، وهنا بس التطريز كده مفتوحه من هنا، الوانها جميله قوي، معانا منها الزيتي ومعانا منها الموف، وانا معايا الكحلي ومقاساتها معانا بتلبس لغايه 125، واي قطعه موجوده معانا النهارده ب 250، وسايبه لكم الارقام على الشاشه للتواصل مع الملاوين. معانا كمان منها البترولي والنبيتي ما شاء الله حلوين قوي، طبعا خاماتنا كلها قطيفه هايدي مستورده. الزيتوني معانا كمان، الزيتوني والرمادي برده حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. بصوا تطريز الرمادي هنا في الابيض، الزيتوني في درجه ثانيه، هنا هتلاقوا فيه اختلاف درجات من الالوان الموديل وبعضه. تمام، انا اخر لون فيها الاسود. هتلبس معانا من اول ميديوم لغايه 2 اكس، يعني من اول 65 لغايه 125، اخر لون فيها معانا الاسود. تمام، هنشوف ايه تاني. ريحانه. اه بصوا الموديل ده ليه هنا خياطه كده من تحت الصدر هنا اهو، والتطريز جاي من طرف العبايه كده، الكم بتاعها نازل على راحته، والتطريز جاي من النص، حاجه بسيطه. عايز اقول لكم حلوه قوي في لبسها. معانا النبيتي ومعانا كمان الزيتوني ما شاء الله بتلبس معانا لغايه 125 كيلو، سايبه لكم الارقام اسفل الشاشه للتواصل مع الملوين. معانا الزيتي والموف برده حلوين قوي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تمام، اخر لونين فيها معانا، فيها الكحلي والبترولي، 250 جنيه معانا يا جماعه النهارده، الاسعار بتاعتنا 250 وتلبس معانا لغايه 125. بسم الله ما شاء الله، انا بحب الموديل ده قوي، اللي هو فيه الاستك من الجنب ده، ده بيلم العبايه من الجنب كده، لو انت بتحب الحاجه تنزل مظبوطه عليك، فبتيجي من تحت الباط والجزء ده بيتلم عشان يظبط المقاس. الكم بتاعها هنا استك وتطريز وشه كده يدوب من هنا، والجيوب جانبيه ما شاء الله، وعندنا كمان شغل هنا من الجنب، شايفين الشغل عامل ازاي؟ قطعة حلوة قوي تلبسيها حاجة شياكة ومحترمة جدا. معانا منها الزيتوني ومعانا الاسود كمان. معانا رصاصي. معانا برضو رصاصي، واخدين بالكم من الوان التطريز اللي فاتت على بيج، هنا على رمادي، هنا على ابيض العباية رمادي، وهنا على درجة بينك او موف كده، حلو قوي ما شاء الله. تمام، دي بتلبس معانا لغاية 125، ومقاساتها بتلبس من اول 65 يا جماعة. الخامات بتاعتنا كلها قطيفة هايدي مستوردة، وطبعا بسيب لكم الارقام على الشاشه للتواصل مع الملواني ان شاء الله. دي معانا النهارده ب 250، كل الشياكه والجمال دي، ومعانا النهارده ب 250. حلوه قوي لو هديه، حلوه طبعا لو عروسه وبتجهزي، حلوه لو ست بيت عايزه تلبسي حاجه كده مميزه في راس السنه، حاجه زي كده، فهي قمر قوي وحلوه ما شاء الله. معانا الوان تاني فيها؟ اه اخر لونين معانا البترولي، فيها حلو قوي، ومعانا برده الكشمير، الكشمير برده ما شاء الله شيك قوي، بس البترولي خطير ما شاء الله. كمان الموديل اللي عليا ده عايزه اقول لكم حلو قوي، ده بقى الوان والوان، انا اخترت النهارده اخر البس الهافار عشان انا ما لبستوش قبل كده، وفي الوان الموديل ده في الوان حلو قوي. عايزه اقول لكم جميل قوي، الكم هنا نازل على راحته، تطريز كده وهنا مفتوحه ما شاء الله، ووش العبايه كده تطريز، فما شاء الله حلو قوي. انا معايا منها العسلي، اسمها ايه؟ اسمها انغام. انغام، تمام. بص الزيتوني بتاعها حلو قوي في الوان التطريز اللي عليه، وطبعا البيج هنا كمان ما شاء الله، اسمه ايه الزيتي، الزيتي هنا كمان حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. تمام، مقاساتها برده من اول ميديوم لغايه 2 اكس، بتلبس معانا من اول 65 لغايه 125. البترولي بتاعها خطير مع الوان التطريز، هنا بقى في اختلاف في الوان التطريز، شايفين من لون للون الالوان بتاعت التطريز بتختلف. تمام، بتلبس معانا لغايه 125، واي قطعه معانا النهارده ب 250، وسايبه لكم الارقام على الشاشه للتواصل مع الملواني، والشحن معانا من اول ثلاث قطع. الكحلي بتاعها برده ما شاء الله حلو قوي، والاسود دارك يا جماعه، اللي عايزه اسود، الاسود عندي هنا عند الملواني اسود غامق جدا. تمام، اخر لون فيها معانا الموف،
بص ما شاء الله حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. تمام، ده معانا النهارده ب 250. الموديل ده اسمه ايمان. بصوا بقى شايفين الموديل عامل ازاي، هنا استك وهنا استك من الجنبين طبعا، والكم بتاعها هنا فيه استك وحته تطريز خفيفه كده هنا من على الكم. الجناب هنا بتاعت الموديل فيه شغل، والظهر كمان لما تمشي هتلاقيه من الجنب ورا فيه شغل. قطعه مميزه جدا، الوانها كتير، معانا منها النبيتي ومعانا منها الاسود، وبتلبس معانا لغايه 125. شفنا منها النبيتي والاسود، في معانا منها كمان البترولي والزيتوني. شايفين الوان التطريز على الموديلات عامله ازاي، حلوه قوي. لون التطريز بيختلف من عبايه لعبايه، بجد خطيره ومريحه قوي في اللبس، وتحسي ان انت لابسه زي دريس كده. تمام، هي حلوه معاكي كاستقبال لو عايزه تهدي هي قمر قوي، لو عروسه وبتجهزي طبعا الحاجات دي معاكي. ما شاء الله حلوه قوي، عمرها ما هتخسر لو جبتي منها قد ايه، هي خطيره وبتقعد وبتعيش معاكي. تمام، اخر لون فيها كان الرمادي. في بقى معانا الموديل ده سميه، ليه خياطه من هنا كده ووش العبايه بس، الصدر من فوق تطريز، والكم فوق من عند الكتف تطريز واستك، وبعد كده كل الدنيا ساده. الموديل حلو قوي شيك، الوان فيها كتير، تقدري تحطي اي لون طرحه من خلال الوان التطريز اللي موجوده هنا، ما شاء الله جميله والوانها كتير برده. معانا منها الاسود والجري، معانا الكشمير، معانا الكشمير والموف الغامق برده حلو قوي فيها ما شاء الله، بتلبس معانا لغايه 125 يا جماعه، والقطعه دي معانا النهارده ب 250. معانا الوان زي ما احنا شايفين، معانا الوان ايه تاني؟ معانا بالظبط كده البترولي والنبيتي. بصوا مقاساتها حلوه ازاي، حلوه قوي، بتلبس معاكي لغايه 125، ومقاساتنا حقيقيه مش وهميه، بنقول تلبس لغايه 125 يبقى تلبس لغايه 125، ان احنا بنقول المقاس بالظبط. وعندنا اوزان بتلبس كده، بصوا القطعه عامله ازاي، كثافه القطعه ما شاء الله، الفتله بتاعت القطعه مطفيه حلوه قوي قوي ما شاء الله، ما فيهاش اي لمعه، خامه محترمه جدا، فينش ممتاز من عند الملواني. اخر لون فيها معانا النهارده الزيتوني، شايفين انوار التطريز عليه حلوه ازاي، وب 250 جنيه معانا. سيبكوا ارقام على الشاشه للتواصل مع الملواني. في بقى كمان موديل زي اللي عليا ده كده شغله من هنا، وبعد كده شايفين عامل ازاي، كده شغل خفيف قوي، ومن هنا ليه حبل بتشدي وتضيقي وتوسعي زي ما انت عايزه، وهنا كمان في استك ليه وشغل كده خفيف من هنا. الموديل عامل زي الدريس، تقدري تقابلي بيه ناس لو في مدرسين، لو عروسه بتقابلي ناس جايين لك، فهي قمر قوي. انا معايا منها اللون الرمادي ده، اسمه مكه، مكه الموديل اسمه مكه. معانا منه اللون النبيتي كمان، الشداد اهو من هنا، وليه شداد تاني من الناحيه الثانيه اهو ما شاء الله. معانا برده منها البترولي كمان ما شاء الله حلو قوي، دي بتلبس معانا لغايه 125. وطبعا كل ما المقاس بيقل، كل ما وزنك بيقل، كل ما لما تيجي تشدي تبقى اظبط عليكي. معانا كمان منها الزيتوني والكشمير حلو قوي، طبعا الوان التطريز بتختلف من لون عبايه للون تاني. الخامات بتاعتنا كلها قطيفه هايدي مستورده ومطفيه ما بتلمعش، معانا منها الزيتي ومعانا كمان البيج ما شاء الله، عايزه اقول لكم حلوين جدا. الاسود يا جماعه مش عارفه البيج معلق معايا النهارده. معانا كمان الموف منها اخر لون حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. تمام، بتلبس معانا لغايه 125، والنهارده اي موديل معانا ب 250، وده كان اخر الموديلات اللي تلبس لغايه 125. هنبدا دلوقتي في مجموعه العروسه اللي بتلبس معانا لغايه 90 كيلو. معانا ايه بقى منها؟ معانا موديل جهان. جهان تمام، بص الموديل ده حلو قوي، جميل جدا الموديل ده، ليه كده يدوب هنا تطريز كده خفيف، وبعد كده جاي السلسله دي من النص لاخر العبايه، ده من الموديلات اللي ما فيهاش تطريز كتير، راقيه قوي سيمبل. هي هنا نص ياقه، والنص ياقه بتاعها مش متطرز تمام، والكم بتاعها نازل على راحته ما شاء الله، شايفين كده الكم عليه تطريز هنا برده حلو قوي ما شاء الله. معانا برده منها الموف، شايفين الموف مع لون التطريز بتاعه خطير ما شاء الله، والنبيتي كمان بجد حلو قوي بسم الله ما شاء الله. الموديل ده قمر، وفي تلبيسه بيبقى في منتهى الشياكه، وبيلبس معانا لغايه 90 يا جماعه. خليكم فاكرين معايا ان احنا دلوقتي بدانا في سلسله ال 90 للعروسه، برده اي قطعه معانا ب 250، معانا الزيتي ومعانا البترولي كمان ما شاء الله. ده موديل شيماء، معانا بقى منه التطريز كده على الوش هنا ما شاء الله، معانا اللون الزيتوني واللون الموف، بصوا الوان التطريز عليه حلوه ازاي، والكم بتاعها نزل على راحته، والكم هنا وشه كله تطريز بسم الله ما شاء الله، حلو قوي. معانا برده 250، وتلبس معانا لغايه 90 كيلو، معانا منها النبيتي ومعانا الاسود كمان ما شاء الله. تمام، اخر لون فيها معانا الزيتي. تمام ما شاء الله، اخر لون فيها الزيتي، شايفين الزيتي عامل ازاي ما شاء الله، حلو قوي ما شاء الله. معانا كمان موديل ده قمر يا جماعه في اللبس، انا واخده منه حلو جدا، ده موديل الريشه. الريشه ده تحس ان انت لابسه كده حاجه عبايه استقبال، عبايه خروج وعملتيها في البيت، عارفين الاحساس ده، حلو قوي. ولون واحد ولون التطريز، يعني لونين بس في العبايه، لون التطريز ولون العبايه. معانا منها برده الموف حلو قوي، راقيه في لبسها وشيك جدا، والكم بتاعها استك، ويا دوب كده تطريز خفيف على الكم، هنشوفه تاني دلوقتي اهو، شايفين
ما شاء الله حلو قوي. طبعا مفتوحه من فوق هنا للناس اللي بيحبوش النص ياقه، وزي ما احنا شايفين الاسود بتاعها دارك ازاي، ومعانا كمان منها الزيتوني. اي قطعه النهارده معانا ب 250، وسايبه لكم الارقام على الشاشه للتواصل مع الملواني، ومعانا الشحن من اول 3 قطع. معانا كمان اخر لون فيها الزيتي. كل الموديلات دي معانا دلوقتي بتلبس لغايه 90 كيلو، دي موديلات العروسه او ست البيت اللي هي وزنها 90 كده. ده ايه؟ ده انهار. انهار تمام. معانا موديل انهار بقى، ده وش العبايه كله من هنا كده تطريز لغايه تحت، برده حاجه سيمبل قوي جميله. الكم بتاعها اللي هو الحصان، بصوا العبايه هنا الكم نزل على راحته، وهنا الحصان، هي مشهوره قوي بالحصان. معانا منها الكحلي ومعانا منها كمان الزيتي. النهارده معانا اي قطعه في الفيديو ب 250، واللي احنا بنتفرج عليهم دلوقتي الوزن لغايه 90 كيلو تمام. معانا كمان منها البترولي والرمادي، شايفين الرمادي بتاعها حلو قوي والبترولي خطير. الحاجات دي راقيه قوي، اللي بتبقى لون العبايه لون التطريز بتبقى هاديه في اللبس مهما زودتي في التطريز، فهي فيها لون واحد فهي بتبقى راقيه قوي في اللبس. معانا الاسود والزيتوني كمان فيها ما شاء الله حلو قوي. من دي ما شاء الله الموف اخر لون فيها حلو قوي، بيلبسوا معانا لغايه 90 كيلو ب 250 جنيه، وسايبه لكم ارقام على الشاشه. بلد قمر، بصوا يا جماعه القطعه عامله ازاي، الخامه بتاعتها عامله ازاي. الخامه افتكري يعني التصوير يعني اكيد موصلها تحفه حلوه قوي. خامة محترمة ما شاء الله، محملة جميلة جدا، نص ياقة اهو، وليها تطريز هنا طبعا متبطنة. الكم بتاعنا استك زي ما احنا شايفين وعليه تطريز كده، وطبعا بقية العباية ساتا مفيش غير الشغل في النص ده، حاجة راقية جدا. معانا الزيتوني، معانا الاسود، ومعانا كمان الكحلي. الكحلي بتاعها شياكة قوي، الكحلي خطير يا جماعة. معانا الزيتي برضو فيها حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. الموديل ده قمر ب 250 جنيه معانا، ومقاساتنا فيه لغايه 90 كيلو. سايبه لكم ارقام على الشاشه للتواصل مع الملواني، وخليكم فاكرين احنا ما زودناش اسعارنا، الاسعار كلها بتزيد، واحنا على وضعنا عند الملواني قطعه ب 250. معانا الرمادي ومعانا الموف كمان. هيام بصوا الموديل ده واخد وش الكم كله تطريز كده، هو عليه ورود برضو لون واحد، ولون التطريز لون العبايه ولون التطريز، فحلو قوي ودوران كده من على الرقبه فوق حلوه جدا ما شاء الله. معانا منها الزيتي والاسود، وبتلبس معانا لغايه 90 كيلو. في كمان منها الموف حلو قوي، والكحلي كمان منها ما شاء الله خطير. عايزه اقول لكم الخامه يا جماعه، بصوا بحس انها بتعكس كده جميله جدا، تحس ان العبايه بتضوي قدامك منوره برغم انها مطفيه ما بتلمعش، حلو قوي. دي معانا برده ب 250، وبتلبس معانا لغايه 90 كيلو. ده ايه؟ حنان. اه بصوا دي بقى وش العبايه يعتبر كله تطريز، يعني الصدر هنا بالجناب من قدام، ظهر العبايه ما فيهوش تطريز، دي الجناب الاماميه بس هي اللي فيها تطريز. فقطعه حلوه مميزه ما شاء الله، وهنا برضو الشغل اللي موجود هنا اللي هو موجود في الجناب وفي الصدر حلو قوي ما شاء الله. الفتحه بتاعت الرقبه بتاعتها مش واسعه، ملمومه حلوه. معانا منها الزيتوني ومعانا منها الرمادي. معانا برضو هنا الكحلي ما شاء الله حلو قوي، ومعانا برضو النبيسي ما شاء الله خطيره. الموديل ده قمر، وفي تلبيسه على فكره شياكه جدا، والكم بتاعه استك زي ما احنا شايفين. متلبس معانا لغايه 90 و 250 جنيه معانا، وسايبه لكم الارقام للتواصل مع الملواني. اخر لون فيها الاسود، شايفين الاسود دارك ازاي مع التطريز العسلي، حلو قوي بسم الله ما شاء الله. اشحنوا على طول، الشحن معانا من اول 3 قطع، وبسيب لكم الارقام على الشاشه للتواصل مع الملواني. الحقوا الموديلات قبل ما تخلص. معانا اخر موديل، موديل سلوى. سلوى؟ اه ما شاء الله حلو قوي. الموديل ده حلو، انا اخده منه على فكره، شايفين نص ياقه كده، والتطريز جاي كده من اول هنا لهنا، حاجه راقيه جدا. والكم بتاعها واخد وش العبايه كده تطريز ما شاء الله، وش الكم والكم استك. معانا منها كمان الكحل حلو قوي بسم الله ما شاء الله. الموديل ده خطير، وفي تلبيسه في منتهى الشياكه. معانا منه برده اللون النبيتي والاسود تطريزه في العسلي، طبعا لون التطريز بيختلف من موديل لموديل. الرمادي مثلا في الابيض هنا، الاسود في العسلي، النبيتي في البيج، وهتلاقي الكحل برده في البيج، فالوانه جميله جدا ما شاء الله. معانا اخر لون فيها الزيتي. الزيتي بص الزيتي بقى خطير ازاي، عبايه ملوكي حلوه كده، فتلبسها راقي والفينش بتاعها ممتاز، قطعه شياكه. دي معانا بكام النهارده؟ ب 250، تلبس معانا لغايه 90 كيلو. سبت لكم الارقام على الشاشه طول الفيديو عشان ما تحتاروش وتلفوا كتير. اسهل حاجه تعملي سكرين او تسيبي الرقم عندك عشان تتواصلي معاهم اسهل على طول، هيردوا عليكي بسرعه جدا. بجد الفيديو كان مميز جدا، وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.